الو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام. يا احلى ناس، معكم عليكم، رجعت لكم بمقطع جي تي اساطير. قبل بلش مقطع يا حبايبنا الكرام، لا تنسوا صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. حبايبنا لا تنسونا باللايكات والشيرات والبرتجات يا احلى ناس. اذا انت مشترك فعلت الجرس وحبيب والله. اوكي ليز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين اليوم نزل سكين موسكي، نزل السهم، لا مو سهم، شو عم بقول انا، نزل حدث اسهم المقاتل. حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين، حبايبنا انا الان مش بحسابي، بحساب احد اعضاء الكلان شباب. عملت مسابقه بين اعضاء الكلان شباب هو الربحه المسابقه. سو ليز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، راح تقولوا عليكم شو المسابقه، شو هي محتوى المسابقه. طولوا بالكم شباب، ايام جاي وراح تعرفوا شو هي من شو هي كانت المسابقه. اوكي، وراح نعمل ان شاء الله للمتابعين كمان. سو حبايبنا الكرام، ركزوا معي كيف. طبعا هذا ناس اسهم، يعني ما اعرف شو بداخلكم. اوكي، خلينا ندخل على المتجر نشوف شو موجود شباب. فيو السكنين شباب، السكن تبع حزمه الرابع رجعت الملاك، لا وفي للبنت وللشاب. اوكي حبايبنا، راح نحاول نجيب طبعا للشاب. تمام يا اساطير. سو حبايبنا راح نشحن جوال حبايبنا. اوكي ليتس جو. اوكي حبايبي، وهيك بكون شحنا جوال اوريو حبيبي. اوبا، وهيك بكون جبنا له الثلج كمان بنفس الوقت. اوكي ليتس جنتلمان، نعمل ريفرش. ياب، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو شباب. نجرب اول 10 طلقات. هو صح صح صح، في تخفيضات. نشوف الوضع معلم. ابلع يا زلمي. لا لا لا، هيك ما راح يمشي الحال. يعني اولته هيك معلم 10 و2، لا هيك ما راح يمشي الحال ابدا شباب. هيك الوضع ما راح يكون لوز لوز ابدا 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 ابدا. يا اخي شو طبعا شباب، مثل ما بتعرفوا دائما هاي التخفيض 10 لوز لوز معلم لوز. مثل ما بتعرفوا شباب دائما بصور لما بنزل الاحداث، هي مثل الاحداث دائما بصور بكير كثير. اوكي صحة قهوتكم شباب، صباح الخير، الله يسعدكم يا رب حبيبي والله. يا بوي يلا روح، ثلاثة ابلع يلا. هالمرة هي ان شاء الله هي معلم. لا يا رجل لا يا رجل لا، والله ما اتفقنا هيك معلم، والله ما اتفقنا. اوكي شباب، في عنوان التخفيض تمام. التخفيض هو 10 طلقات. يلا نضرب 135 لنشوف يا اساطير، نشوف الحظ كيف راح يكون. التمانو اي 3 لا، طب اعطينا شي 20 شي 50 شي 70 شي 30 حبيبي والله. ايش هذا؟ فرج 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 شباب، شوفوا شو يا اخي. يعني حتى حظ البيض انا كمان مو بحسابي، كمان حظ البيض بحساب الاخرين كمان شباب. حظ البيض طبعا شباب، شادو من احد يعني، هو شادو الحساب شادو. يعني ما بيشحن كثير هو ابدا، يعني لازم يكون الحظ حلو يعني حبيبي والله. اثنين وات از ذيس يا اخي، جيب له على الاقل روح على البنطال يا زلمه، جيب له البنطال يا زلمه. هاي شنو وات از ذيس؟ لا يا ربي مستحيل. اوكي حبايبي، كم صار عندنا؟ صار عندنا 50. طب والله انا حاسس شاب راح يعني. طب ثواني، ليش هيك عاملين 280 هون والبنطال وحده؟ انت تملك هذا العنصر؟ كيف هذا انت تملك هذا العنصر بالفعل؟ ليكون تبع البنت. ياب 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 ياب، تبع البنت تبع البنت تبع البنت، هذا عنده تبع البنت لانه مش كذا. وات ثواني شوي، اتاكد من شيء شباب، طولوا بالكم. انا متاكد من شي شباب، لا تقول انه قاعد عم بحرق انا وهو عنده السكين. لا يا ربي مستحيل. هون يا معلم، ما انا شفت منه شوي، ما عنده بنطال البرازيلي يا اخي. ما في يا اخي ما في، ما انا قلت لكم عنده تبع البنت. هات نشوفه حبايبنا، نتاكد والله. يعني من الصبح انا ما عم اشوف ولا شيء يا معلم. حط اي بنت على السريع، نحطه على الخزنه. اوكي وينه هذا؟ نشوف ويت منت. عنده تبع البنت، صح 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 صح. عنده بنطلة للبنت. يعني ليش هيك عاملينها يعني فقط ليه؟ يعني غيروا يعمل للشاب وللبنت بنفس الوقت. اوكي حبايبنا، خلينا ندخل نرجع للحدث. ليتس جو، نرجع ندخل. يعني صراحة أنا تفاجأت. يلا روح ابلع. اثنين لا يا أخي، شو دخيل الله دخيل الله. ليش هيك دائما اثنين؟ ليش هيك دائما اثنين؟ ليش يعطوني دائما اثنين؟ ليش ما بدي أحرق؟ كلها بدي أحرق، شوف فرق يا اخي. والله شيء غريب عجيب يا اخي، شو هذا الحدث البيض؟ يعني اعطونا 10 يا الله، اعطونا 20. طيب 20 على القليله. فرج يا زلمه، وات از ذيس؟ ثلاثة، لا اعطونا ثلاثة يعني، ثلاثة يعني هيك شوي كترونا زيادة معلم. تمام. وال
لا والله حالفين يمين معلم، بس يعطوني 2 و3 هذول معلم. لا حول ولا قوة الا بالله حبايبنا، يعني مثل ما قلت من شوي يعني لازم يعطونا يكون الحدث يعني يكون الحظ حلو، يعني بانه يعني بغير مو بحسابي، حسابي بيقولوا عليك لما تشحن كثير ما بيعطوا كل الاشياء اول باول، لازم يعني بس هذا الشاب يعني ما بيشحن ابدا تقريبا، بس فاير فوسات يعني قليل. وات از ذيس؟ يلا 20 معلم. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي، رح نجرب نعمل تخطي، نجرب نعمل تخطي الاسهم. 2 ايش هذا؟ شو اعطونا هون؟ صح ما انتبهنا على على الجواز الموجود يا شباب، خلينا نشوف شو موجودات هون عندنا جواز، مرات بيحطوا جواز حلوه والله هون، حتى كمان الجوائز بيض حبايبنا يعني. وات از ذيس؟ اوكي هون صار عندنا 100 قطعه حبايبنا. اوكي هذا تبع البنت؟ لا ايش باي، رح لازم نجيب حزمه هاي الشباب اجباري لازم نجيبها يا صديق. اوكي يلا روح 10 طبقات ابلع، 3 2 1 ايه 10 يا اخي. شو هالحظ البيض، شو هالحظ البيض حبايبنا. 20 كفو كفو 20 كفو 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 كفو. يعني بالعاده بيعطونا التخفيض ال 30 دقيقه شباب، ليش هيك ما بيعطونا التخفيض يا زلمه؟ يلا روح ابلع، قول لي تخفيض 30 دقيقه، هذا هو التخفيض صح؟ لما 30 دقيقه كم تخفيض؟ 30% حلو. لوز اوكي شباب الحلوين، هات نشوف، هات نشوف معلم. اوكي بقينا شوي، يلا نجرب ان شاء الله يمشي الحال. جيب له الحزمه شباب، ابلع ابلع يلا طير. ولا ليش المقلق هذا؟ والله المقلق اللعبه يا شباب. روح 2 2 شو بقينا على 2 ولا كيف؟ 20 حبيبي والله. كم صاروا عندنا معلم؟ اوكي كم صار؟ 280 بالضبط، اقسم بالله شباب 280 بالضبط، 280 شباب بالضبط. يعني فرجوا ابدا، شوف الجوهر كم، 170 بقي 127 يا رجل. روح نعمل استرداد حبايبنا، ليتس جو ابلع يا سلام. واخيرا حبايبنا ليتس جو، نروح على الحزمة، نروح نغير الشخصية. What mystery do you need me to solve؟ وين شو الشخصية كان حاطة؟ حاطة ماكسيم. اوكي ندخل على الخزنة حبايبي، نجي لهون الباقة، طبعا الباقة لا ايوه صراحة شباب خفت انه ما يكون في بالباقة السكين. اوكي نفتح على السكين حبايبنا ابلع حبيبي والله. اوه اللي عنده كثير من الحزم معلم والله، شو رايكم؟ اي شو هي؟ عنده كثير من الحزم ولا ما نفتحهم؟ يا جميل ايه التمانو، عنده كثير من الحزم مش فاتحهم ابدا ولا وحده. اوكي نترك له اياهم شباب، بدنا نخرب له الحساب. سبتكم خرب الحساب شباب، اكتبوا بالتعليقات عليكم خربنا اياهم، افتح لنا كل هذا الوضع. اوكي حبيبنا ليديز اند جنتلمان، اوكي حبيبي هيك بيكون صار عنده الحزمه ووضعه لوز اللوز حبايبنا. ولا شباب مثل ما انتم شايفين شباب ماله شحن الفاير باس، رح نشحنه الفاير باس. قول صحن نسينا شحن التراكم يا شباب، ايه التمانو نسينا له شحن التراكم يا معلم، هيك بيكون جابت شحن التراكم كمان. هقول له يلا كان ناقص جوار شباب كنا. اوكي يلا نصيبه شباب نصيبه، كنا نقدر نجيب له فاير باس يعني، بس نصيبه يلا. اوكي حبايبنا يعني كنا نقدر نجيب له من يعني كنت اقدر اجيب له الفاير باس من دون يعني ما اشحن له. اوكي يلا نصيبه حبايبنا نصيبه. اوكي شباب خلينا نعمل التغيير. اوكي بكتب على ابو ال 600 اوكي، لانه يعني ابو ال 110 شباب فيه 50 شارد يعني مو مهم، وراح يعمل مهمات وكذا ولوز اللوز وهيك يقدر شاب يخلي جواهره شوي للفاير باس الجاي، وهيك امنا له الفاير باس الجاي حبايبي. بتعرف ليش شباب؟ لانه هذا الفاير باس فيه هالرقصه الاسطوريه الصراحه يعني اتس فيري كول. نجي لهون نعمل حصول على كل شيء، هون نعمل الحصول على كل شيء هون شباب كمان. اوكي هيك كم صار عنده كم بادج؟ هو 45 يعني ايزي بريزي، راح يحاول يجيب الرقصه. حلو نايس نايس فيري نايس. سو حبايبنا الكرام ليديز اند جنتلمان، شو عجبكم المقطع اليوم يا اساطير؟ لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا، وشي كثير مهم حبايبنا مقطع اسطوري نزلت لكم اياه على اللي ما شافه يروحوا يشوفوا شباب على قناتنا الثانيه يا اساطير، او تابعونا على انستغرام حبايبنا. نشوفكم على خير ان شاء الله، بسطتوا معنا اليوم، من لكم تشاو تشاو.